احنا بنشارك في الايفنتس اللي بالشكل ده، اللي هي بتبقى فيها انواع من السباقات مختلفه. السباق اللي هو زي ما بيسموه كده سباق الكومبو، اللي زي بتاع النهارده، اللي هو بيبقى فيه كذا نوع ريس. دي ثالث مره تحصل في مصر. كان مره حصل في سهل حشيش، والسنه اللي فاتت في العالمين كان برضه حصل، بس المره دي السنه دي كان بشكل مكبر اكتر. كان في جيت سكيز، كان في وده بره العربيات، ودي حاجه جديده، الدريفت والدراج والرالي وال4x4 تشالنج والسبيد.